ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل حاجه كلنا بنحبها، هنعمل لانشون الفراخ، وزي بتاع بره بالظبط. وكل التكات اللي موجوده في اللانشون اللي بنجيبه من بره هتلاقوه في اللانشون اللي هنعمله النهارده، وبطريقه سهله خالص. تيجوا نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما نشوف الفيديو، ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم وتعليقاتكم الحلوة. يلا بقى نشوف هنعمله ازاي. مكونات اللانشون معانا: نص كيلو فراخ صدور على وراك، بيضاية وربع كوب زيت، وثلاث قطع جبنة مثلثات، وتلات معالق كبار نشا، ومعلقة دقيق، والتوابل: ملح، فلفل اسود، بابريكا، زنجبيل، توم باودر وبصل باودر، ومعانا مكعب مرقة دجاج وفلفل اسود صحيح. تعالوا بقى نشوف الطريقة. اول حاجة حطينا الفراخ في الكيتشن ماشين وهنضربها بقى كويس. كده هننزل بالتوابل ومرقة الدجاج وهنضربهم مع بعض، وبعد كده هننزل بقطع الجبنة ونضربهم مع بعض. بعد كده هننزل بالدقيق والنشا ونضربهم مع بعض. بعد كده هننزل بالبيضة، وآخر حاجة هننزل بيها الزيت. وده شكل الخليط بعد ما ضربنا كله مع بعض. هنحط بقى دلوقتي الفلفل الصحيح، والخطوة دي اختيار، يعني لو مش عايزة تحطيها براحتك، بس طبعا بتدي اللانشون طعم جميل جدا. وبنقلبها مع بعض كده. كده بقى هنجيب بلاستيك ستريتش وهنفرده وهننزل بالخليط كده. وبعد ما نزلناه هنبتدي بقى نفرده بالشكل ده، ونجيب طرف البلاستيك ستريتش ونقفله كده ونضغط عليه عشان نخرج كل الهواء. لفيناه على شكل اسطوانه كده، هنلف لفه تاني كده بالشكل ده، وهنقطع بقى الزياده ده بالسكينه. هنيجي نربطه من الطرف هنا، وهنخرج بقى لو في اي هوا كده، وهنربطه من الناحية التانية بالشكل ده. وبعد ما لفيناه بالشكل ده هنجيب بقى فويل ونحطه فيه، ونبتدي نلف بالطريقة دي ونضغط وبالشكل ده، وهنضغط عليه جامد كده. وبعد كده بقى هنحطه في مية مغلية على النار، وهنسيبه على النار لمدة ساعة. نص ساعة هنسيبه على الجنب، وبعد كده نص ساعة هنقلبه على الجنب التاني. ودلوقتي رفعناه من على النار بعد ما سيبناه ساعة على النار، قلبناه على الوجهين، هنسيبه بقى يبرد شوية، وبعد كده هنحطه في التلاجة لمدة ساعتين وهنطلعه عشان يتقطع. وخرجناه من التلاجة بعد ما سيبناه حوالي ساعتين في التلاجة. تعالوا بقى نشوف شكله عامل ازاي. هنفتحه، بصوا بقى شكله جميل جدا. تعالوا بقى نقطعه. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ جميل جدا. وطبعا انا حاطه فيه فلفل، انت عايزه تحطي بقى فيه زيتون، عايزاه ساده، دي حاجه ترجع لك انت، حاجه انت عاملاها في البيت مضمونه ونظيفه وجميله جدا. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لو انتم لسه جداد في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.